مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد الى الجزء الثاني من فقره النقاش. اذا تنظم طبعه ثانيه للمؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئه من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمه تحت شعار من الافكار الى التاثير، وستعرف طبعه 2023 التي ستجرى فعاليتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال مشاركه واسعه للوزراء الافارقه ذوي الصله بمجال الابتكار والشركات الناشئه واصحاب مشاريع مبتكره، كما ستسمح بتعزيز التعاون الإفريقي مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن الطبعة الأولى. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع أسعد باستضافة المستثمر وخبير الاقتصادي السيد عبد اللطيف حمامدة. أهلا بكم سيدي وشكرا على حضوركم معنا اليوم. شكرا على الاستضافة. أهلا بك. اليوم نبدأ ربما من توجه الجزائر نحو الاقتصاد المعرفي، نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة والاقتصاد المعرفة. اليوم من خلال هذا التوجه اليوم تعمل السلطات الوصية على تنظيم ربما الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي المخصص للمؤسسات الناشئة. شكرا جزيلا. عندما نقول اليوم تتوجه الجزائر، لابد أن نعرف باللي اليوم نقول احنا اليوم هذا برنامج رئيس الجمهورية الذي أتى اليوم أكثر من 3 سنوات لكي أن نحسن كل ما له علاقة بمعيشة المواطن بصفة عامة أو كيفية الاستثمار في دولتنا بصفة خاصة. برنامج رئيس الجمهورية يتكلم كثير على بما نسميه محاربة البيروقراطية في كل الميادين في كل النواحي. محاربة البيروقراطية يعني نتكلم على ما نسميه إثبات الشفافية للمواطن، لأن الدستور الجزائري يثبت أن المواطن الجزائري له الحق أن تكون له الشفافية على كل ما هو اليوم موجود في إطار التسيير. وعندما نتكلم ونقول التسيير، نقول أن أكثر من هذا الشيء ونشوفوه في برنامج رئيس الجمهورية بما نسميه إعطاء الفرصة للشعب الجزائري بصفة عامة كان بما نسميه الديمقراطية التشاركية. يعني اليوم برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج لن يكن من قبل، يعني شفناه في أيتها حكومة مضت، وهذا البرنامج اليوم وقالها كم من مرة رئيس الجمهورية يبقى هو الحادث والصراع القائم كل يوم كل دقيقة بما هي تجري به الحوكمة بصفة عامة. بصفة خاصة عندما نقول الحوكمة ونريد أن نربطها بما نسميه المؤسسات الناشئة، نريد أن المواطن يفهم ما هي العلاقة بين المؤسسات الناشئة والحوكمة، هي بما نسميه الذكاء في التسيير. هذا الذكاء في التسيير هو الذي يجعل للمواطن اليوم أن يبقى في بيته في يعني وتأتي إليه الإدارة مهما كانت، إدارة كانت يعني بلدية أو إدارة أخرى. هذا هو الصراع الذي يقوم به رئيس الجمهورية، يعني ونحن نعيش هذا الصراع يعني كل يوم. اليوم نقول أين نحن من هذا في هذا البرنامج لمدة حوالي اليوم نقوله 4 سنوات، وماذا ننتظر من هذا البرنامج في أفاق الجزائر الجديدة؟ عندما نقول الجزائر الجديدة هي الجزائر أفاق 2030، مش الجزائر الجديدة غدا، لكي المواطن يفهم الجزائر تجدد نفسها اليوم، تجدد نفسها ليس بسهولة، لأننا لسنا وحدينا في العالم كما المرة قلنا، ليس الجزائر وحدها في العالم التي تجدد نفسها. اليوم الدول الكبرى كالدول أمريكا كندا أوروبا يعني تجدد نفسها في إطار التسيير. هذا أيضا في ظل المتغيرات الاقتصادية اللي نعيشها اليوم، في ظل ربما جميع الدول اليوم تسعى لضبط أمن غذائها، أمن طاقتها، العديد من النقاط اليوم أصبحت متجددة ومتغيرة. صحيح صحيح، هذا الشيء اللي خلينا نقوله يعني بصفة تقنية
كل الدول اليوم عندما تعمل دراسات تكون دولة بصفة عامة كحكومة أو تكون مؤسسة صغيرة، ما الذي يربط في إطار التسيير هذا اللي نقوله احنا نقدر نسموه بإدارتين؟ هو بما نسميه حنايا لابد أن تكون لك قدرات أن تقدري تحسبي، يعني تحسبي بما نسميه لغيسك. هذا اللي غيسك هادو ما كاين دي غيسك اللي ما تقدريش تحسبيهم، سكون أبل حنايا عندك في هذا لي ريسك كرانش لي ريسك فاليو، قلناها كم المره. اليوم ما كاش دوله في العالم كانت قادره تحسب باللي اليوم هناك حرب، وليس حرب هي اعتداء، لان لا نسميه بحرب، هذا اعتداء على اخواننا في فلسطين. ليس هناك انسان كان يقدر يقول لك اليوم الفلاني يقوم هذا الاعتداء، لان هذا الاعتداء هو له نقولوا حنايا علاقة بالاقتصاد بصفة عالمية. نشوفوا الحرب الأوكرانية الروسية وما أتى بها كل الأشياء الاقتصادية، تطور الاقتصاد هذا في المنطقة وفي العمل، ونعود إلى الوراء ونشوف الكورونا فيروس، يعني واش جعل هذوما لي ريسك كرانش هذوما. ما كاش جامعة اليوم وما كاش اليوم نقولوا حنا كلية أو خبراء اللي يقدروا يحكيوا لنا على بما نسميه النموذج الاقتصادي. اليوم الحوكمة بصفة عامة عن طريق هذه المؤسسات الناشئة، لأننا نتكلم بلغة الذكاء، لابد أن نعرف كما نقولوا احنا e-governance سي لا غوفرنانس انتيليجنت. كاين ناس يقول لك لا غوفرنانس الكترونيك، ما كاينش حاجه اللي تقول لا غوفرنانس الكترونيك. اليوم الانسان بحد ذاته ذكي، ولكن بوحده ما يكفيش. احنا كنا نجعل عن طاوله عن في نفس الطاوله أذكياء، يعني نزيدوا من الانسان هذا 10 منه نزيدوا له الانتيليجنس كوليكتيف. الكمبيوتر اليوم ما هو الفرق في 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 الحساب يعني بين الكمبيوتر والإنسان؟ هي لغة السرعة في التنفيذ ولغة السرعة في الإحصاء، يعني في الوقت. اليوم من هو يفوق اقتصاديا في العالم؟ هو الذي عنده سرعة فائقة في التنفيذ وعنده بما نسميه لا داتا، عنده لانفورماسيون. عندما تكون عنده المعلوماتية، وهذا شيء للمؤسسات الناشئة شيء مهم جدا، لابد أن تكون لنا بوابات مفتوحة على المعلوماتية لكي نجعل من هذا نقول احنا هذا المؤسسات أن توفر لنا سكون أبل لوتي داد على بريز دو ديسيزيون، الآليات التي تساهم في تسهيل أخذ القرارات لهذه الإدارات يعني الموجودة. حديثك عن بوابة مفتوحة على المعلومة، اليوم نشوفوا أن الجزائر مقارنة ببعض الدول الإفريقية هي متأخرة في هذا المجال، مجال ربما المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. هناك دول في إفريقيا عندها نشاط واسع وعندها مسيرة كبيرة في هذا المجال. ربما سؤالي اليوم هو كيف ممكن أن الجزائر تتبادل خبراتها مع هذا النوع من هذه الدول؟ كيف ممكن أنها تستنبط من خبرات دول إفريقية أخرى؟ شكرا. اليوم نتكلم على الطبعة الثانية. نعم. السؤال المطروح أين هي حصيلة الطبعة الأولى؟ جيس يعني بور انفورماسيون، احنا لنا خبرة أكثر من 20 سنة في هذا الميدان منذ 2002. هناك بما نسميه لو فوفام، هذا يا سي لو فوروم اونتاريو فرانكوفوني مونديال، اللي كنا شباب احنا 20 سنة لوراء، ذهبنا إلى دولة كندا، خرجنا إلى دول عديدة، وكان بما نسميه هذه المؤتمرات إفريقية. هذه المؤتمرات إفريقية، السؤال المطروح هل في نهاية المؤتمر الأول كانت هناك حصيلة وتكلمنا وقلنا عن الجهاز التلفزيون أو على القناة الإخبارية، سوف تكون في مدة عام شراكات بين شركات موجودة كنا لابد أن نسميها إفريقية جزائرية، التي سوف تعطينا وتعمل نسكون أبل حنا شيفر دافير بريفيزيونال دو طون. حنا هذه التجربة عندك جونيور تشامبرية أمريكية تخليك اليوم عندما نتلاقى
نديرو بما نسميه اللي فيش تكنيك دو ميز اون اونطونت دافير. سو دير كي تلاقانا مع الافريقي اخي او البارح مع انا مع الامريكي او مع الكندي او مع اي انسان نمضيو اتفاقيه باللي انا جزائري وانت افريقي من المنطقه الفلانيه في الميدان الفلاني في الصفقه الفلانيه سوف نجعل نديروا صفقه في الميدان ب $100,000. لا نوجد هذه الاليات في هذه المؤتمرات. يعني تم القول انه في المؤتمر في الطبعه الثانيه سيتم تفعيل وتقييم ربما القرارات المنبثقه عن الطبعه الاولى. ما هي الاليات التي تقيم؟ الآليات التي تقيم كل إنسان الذي يستثمر هو عنده نظرة استشرافية مستقبلية. إحنا اليوم عندما نكون كمؤسسة صغيرة كانت أو متوسطة أو دولة بحد ذاتها بلغة الاستشراف إحنا قلنا كم من مرة رئيس الجمهورية يقولها كم من مرة أريدها 200 مليار دولار دو بي بي. الرئيس هو ليس في الجزائر. احنا عندما نشوف الرئيس يتكلم بلغة الغيرة يعني ما الذي يبحث عليه يقول نريدها 30 مليار دولار اكسبور. احنا كنا في الأسبوع الماضي مع فلوسيسي مع رئيس الجمهورية كنا نحسوا له ديسكور يقول لك علاش وما داروا احنا ما درناهاش. يعني هذه الألفاظ عندما نعطيها لغة تقنية اليوم الحسابات أنا الرئيس قال لك نعطيكم 31 ديسمبر. شوفي اللغة في التسيير الحوكمة ذكية وأتينا بالتوقيت. احنا في الماضي كنا نتكلم على برامج حكومية ورانا نخدمه صح ما كناش نسمعه بالتوقيت. اليوم الرئيس هو عنده طابلو دبور في مخو في كذا في كل هذا شيء ممتاز من باب تسيير ونقولوها هو يسير الجزائر كوم ان بو بير دو فامي. يعني يجوزها كما اب راه عنده اسره وراه يسير فيها وكاين هذه الغيره للمنافسه بالمحيط الذي نحن فيه. يعني بحديثك على 30 مليار دولار تصدير خارج المحروقات اليوم هذه ربما تكون فرصه من اجل معرفه ما تحتاجه السوق الافريقيه من اجل ربما المساهمه في التصدير ايضا. والله بما تحتاجه الاسواق الافريقيه شيء معروف. السؤال المطروح اين نحن من في اين نحن في العالم لان افريقيا لا تنتظر الجزائر. افريقيا كل الدول الاجنبيه في افريقيا. اليوم اين نحن من برنامج يعني نقول احنا بوستي الايكونومي الجيريان. يعني الايكونومي الجيريان كيفاش نبوستيها سي دون سون كاركتير انفستيسور الاقتصاديين. كم اليوم من جزائري هو في الدول الافريقيه استثمر؟ احنا عندنا واحد الفكر ثاني شغل كلي ماشي كلي عيب لانه هو الناس مازال ما فهمتش. عندما نشوف احنا نقارن بالصينيين ونقارن بالاتراك ونقارن بكل الدول اليوم اللي راهم في الجزائر عندما يعملوا استثمارات في الجزائر هما يوفروا كما نقولوا ينقصوا في البطاله اليد العامله كذا ولكن الارباح تاعهم هذوما هم يروحوا لدولتهم. يعني ولو الاقتصاد الجزائري يعني غدوة هذه الشركات هذوما لماذا لا نكون احنا كهذا الاتراك وكدول الاجنبيه التي تاتي الى الجزائر نبحث ونفحث في افريقيا ونفتح نقولوا احنا اليات اللي تخلي ان العمله الصعبه تدخل لبلادنا. طيب ربما اليوم ماذا ينقص الجزائر هذا من اجل انها تدخل لاسواق الافريقيه من بوابه المستثمرين؟ الذي ينقص الجزائر من الآليات والله ما ينقصها شيء. احنا عندما نشوف رئيسنا يعني بلغته بالإرادة ونشوف الإرادة في بعض الأحيان هناك بعض القوانين التي هي في طريق نقول احنا التغيير اللي سوف تعطينا هذا لبوست. احنا بصفة عامة الشيء اللي حبينا نقوله عندك معلومة باللي الجزائر ما تعرفش تصدر حاجة ماشي منتوجة في بلادها. نحن البلد الوحيد الذي لا يصدر منتوج ليس جزائري. نحن ليس بوابة لإفريقيا نحن بوابة للأفارقة لأسواق أجنبية. نحن بوابة نستطيع ندخل لإفريقيا بمنتوج أجنبي ولكن لابد عليه أن يعبر على الدولة الجزائرية وليس بحتما أن يكون هذا المنتوج منتوج
في الجزائر. لكن اليوم نشوفوا عبر المعارض اللي تقوم بها وزارة التجارة ووزارة التجارة، نشوفوا أنه العديد من الأفارقة يتجهوا للمنتوج الجزائري. في حال يتم عرض المنتوج الجزائري، المنتوج الجزائري يلقى رواج كبير في الأسواق الإفريقية. نسأل أنفسنا، ما هي اليوم قيمة الإنتاج الوطني التي يتوجه إلى الدول الإفريقية؟ لو ديفيسيت هذا اللي ما عندناش، وهو موجود، طلبات موجودة في إفريقيا. نسأل أنفسنا اليوم، الجزائر تستثمر أموال باهظة في الطريق الجزائري الإفريقي. اليوم نشوف يعني لو شومان فير كيفاش راه حاكم الطريق وذهب إلى الصحراء. هذا الأموال أموال استثمارية. الدولة في إطار الحوكمة والاستثمار لابد هذه الاستثمارات اليوم تعود بفائدة فائقة على الخزينة العمومية. كيف نجعل أن الخزينة العمومية تكون لها فائدة؟ على فتح البوابات الجزائرية في إطار الاقتصاد وفي إطار التجارة. هذوما شيئين مختلفتين. عندما نتكلم على التجارة، أنا نقولها لك ونعودها لك، التجارة حنايا ما نقدروش حنا في دولتنا اليوم نروح نامبورتي ان برودوي من لاشين. كاليز يقولوا حنا قوانين موجودة، هي لو بيرفيكسيونمون اكتيف لو بيرفيكسيونمون باسيف، هذا موجود اكثر من 20 سنة، وحنا كنا من 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 الشباب الذي كان يعمل صفقات دون كادر دو ليكسبور. هذه القوانين موجودة، ولكن التحسيس مخصوص. هذا كونابل الخدمات، لاندستري دي سيرفيس، لاندستري دي سيرفيس اللي اليوم ما زلنا مخصوصين عليها. وعندما نعود ونتكلم على المؤسسات الناشئة، موضوعنا هو اليوم هذا الفوروم في طبعته الثانية. السؤال المطروح، أنا أريد وأوجه يعني النداء، نريد في هذا الحصيلة تكون اتفاقيات مبرمة، ونقول باللي المؤسسة الجزائرية الفلانية مع المؤسسة الفلانية الإفريقية هناك إبرام عقد $100، $1,000، $500,000، $1,000,000، ونعطي حصيلة أن سوف نلتقي في أفاق 2024 أو أفاق 25، ونتكلم ونقول الاتفاقيات التي كانت مبرمة بنقول بركة هكذاك $10 مليون، لقد أنجزنا منها 5 ملايين. هذا الذي يعمل فيه في الدول الأجنبية، والذي عشنا في هذا الملاذين. اليوم نريد أرقام، الرئيس يريد أرقام، يريد 30 مليار دو دولار ديكسبور، يريد 200 مليار دو دولار في لو بي بي. اليوم الكلام قلناها كم من مرة ونعيدها، اليوم الرئيس جعل من كل الإدارات تاعنا اليوم أن تعمل بلغة الشفافية. ما معنى الشفافية؟ هذا في السوق الداخلي بما نطوره في إدارتنا بكل ما هو الحوكمة الذكية. هذا الحوكمة الذكية ما معنى؟ لابد أن نرقم من كل القطاعات. إذا رقمنا جعلنا من الشفافية، وجعلنا من تقليص الوقت لكي نذهب نستثمر تقعد عامين، كاين ناس في 4 سنين، احنا رانا في الميدان. لو كان بدنا نحكي لك على نفسي ما خرجناش منها. اليوم لابد أن الدولة بصفة عامة هي التي تذهب وتبحث على المستثمر وتقول له خويا علاش ما استثمرش؟ ماهوش المستثمر اللي يروح للدولة ماشي يستثمر، وش عطل الاستثمار؟ شفناها بآليات كوسيط الجمهورية أن المستثمر، وأن بما نسميه ربما المؤسسات الناشئة بالخروج بحلول مبتكرة. المؤسسات الناشئة ليس لها الليميت في المحيط. المؤسسة الناشئة في لب الموضوع، عندما نقول ستارت اب ننزع ستارت وناخذ لو اب. ستارت سي ستارتينغ، ما كاش انسان يزيد ستارت اب، ما توجدش هذه كاع في العالم، ما شفناهاش. الانسان يبدا في حياته وبعد تدخل لو اب. هذاك الاب شنو هي القفزه؟ يعني باش نقولوا عليك ستارت اب، يعني انت كنت مؤسسه ولو صغيره او كبيره او متوسطه، لي جافا، جوجل، فيسبوك، امازون، هذو سي لي ستارت اب. هما آليات نقولوا احنا مؤسسات دولية كي سون دي ستارت اب، ولكن هذه القفزة ما تقعدش قفزة. انت كنت نقولوا في سياق عادي لتدوير المؤسسة تاعك،
وجارة وقت في المؤسسة عملتي القفزة. نعم. هذا الشيء عندما نقوله احنا الستارتوب تاعنا هي لوبورتونيتي، يعني هذه الستارتوب اليوم تبحث اليوم في أيها ميدان اللي راهو اليوم المحيط الاقتصادي الوطني متعطل، ندخل عليه ونجعل من لغة الابتكار أن هذا التعطيل تكون له قفزة ونخرج بما نحن فيه. أكيد. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف حمام دخل مستثمر وخبير اقتصادي. شكرا جزيلا. شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم. شكرا جزيلا. أهلا بك. إذن مشاهدينا إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار التي تبقى متواصلة بعد الفاصل.